فيديو لمهاب وانا بعلمه الحركه اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دي، فجالي بقى على الفيديو ده 1000 كومنت، نص الكومنتات سلبيه ونص الكومنتات ايجابيه. الكومنتات السلبيه اللي هي ايه بقى؟ انت ما بتعرفش تعمل الحركه، انت ما عرفتش توقف الموتوسيكل، انت وانت وانت. يا جماعه انا متعود اعمل الحركات بموتوسيكلات زي دي، ليه بقى؟ الموتوسيكلات اللي زي دي ثابته من قدام بتعرف تعمل بقى اي حركه، انما الموتوسيكلات الصيني خفيفه من قدام ومش مؤهله للكلام ده. هنا الموتور عشان في الموتوسيكل بيبقى قدام وبتمسك فرامل قدام بتلاقي الموتوسيكل يكلبش مكانه. فتعالى معايا هنا كده، انا لقيت معايا الفرده بتاعت الموتوسيكل زي ما انتم شايفين كده، يعني راحه في نصيبه. شايفين انتوا الحاجات اللي زي دي؟ هي من هنا كويسه، من الجنب ده والجنب ده كويس، بس من النص منتهيه وبتنام مني كتير. فقلت اعمل بقى ايه؟ اضرب عصفورين بحجر، اعلمكم ازاي تعملوا الحركه دي، بس بدل ما بالصين اعلمها لكم بالمكن الياباني اللي زي ده، وفي نفس الوقت نقول للناس اللي بتقول لي انت ما بتعرفش تعمل الحركه اوريهم انا بعرف ولا لا. وطبعا انا مش هقعد اقول كلام وخلاص، لان اللي بقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بقولش. وتعالى معايا هنا بقى كده، احنا جبنا عده المخصصه علشان نحل الفرده، وجبنا الفرده اللي احنا هنركبها دي، طبعا فرده نص عمر. انا مش بجيب فرد جديده يا جماعه، انا بجيب فرد نص عمر، لان الفرد بتاعت الموتوسيكلات دي غاليه. ومحدش يكتب لي بقى في الكومنتات انت فلوسك كتير وانت وانت. الفرده زي ما انتم شايفين منتهيه، فانا طالع اعمل الفيديو عشان الفرده منتهيه، فتابعوا معايا بقى وشوفوا انا هعملها ازاي. الاستاذ احمد، صور الاستاذ احمد كده. الاستاذ احمد هيجي هو بقى اللي هيصورني كام صوره واحنا بنعمل الحركه. تعالى بقى معايا هنا كده بقى، هنثبت هنا. تعالى بقى نجم ركز معايا، علشان تعمل الحركة دي يا نجم اول حاجة، انا طبعا مش هينفع ادور دلوقتي علشان ايه صوت الموتوسيكل هيبقى عالي. انت هتمسك فرامل قدام، هتمسك الدبرياش وهتدور، وهتدي الايه الاولاني او التاني، بس يستحسن التاني. ليه التاني؟ تعالى هنا بقى كده. ليه التاني؟ لان التاني بيريح الموتوسيكل في الحركة دي. وطبعا انت لو في زفة او في اي مكان تقدر تعمل الحركة دي، بس بدل ما تزعل نفسك وتزعل اي حد حواليك، انا اعلمك تعملها باسهل من السهولة. ازاي بقى؟ لو ليك حد في الغربة عايز تكلمه صوت وفيديو ببلاش من غير اي نت ومن غير اي رصيد، تقدر تحمل التطبيق اللي انا سيبولك في اول تعليق، هيخليك تكلم اي حد جوه مصر او بره مصر من غير نت ومن غير رصيد. التطبيق في اول تعليق وبس كده، تابع معايا هعمل ايه. ارجع ورا خالص، ورا 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 ورا، اشتغل انت بقى. شايف الحركة اللي انا عملتها دي؟ ده أول حاجة لازم تعملها في الحركة. لو جيت تفرك بالفردة ولقيت الموتوسيكل بيمشي معاك، تعمل إيه بقى؟ هتجيب إزازة زي دي وتحط شوية مية على إيه؟ على الفردة. تعالى معايا كده، تحط شوية مية كده، شوية مية كده. ويا سلام لو حطيت شوية مية مثلا هنا على الأرض مثلا كده. طب ليه شوية المية دول بقى يا محمد؟ شوية المية دول بخلوا الفردة معاك تبقى إيه؟ سايحة كده على الأسفلت وتلف معاك بسرعة. ده لو انت في مكان والفرده بتاعت الموتوسيكل اللي معاك ايه خشنه وبتكلبش في الارض، تبقى عايزه تمشي الموتوسيكل ما بتلفش في الفاضي. لو انت عايزه تلف في الفاضي شويه ميه زي كده. هنكمل بقى الحركه، بس هنفصل بقى المايك ده.
بتهبط الحركه دي، بس دي حركه ممكن تعملها. بص الفرد هنا احنا وصلنا لمرحله ايه، كل اللي انا بعمله على الجنب ده. طيب تعالى تاني بقى، ارجع تاني. المفروض تتعمل بقى زي ما انا كنت موريها لكم في اول الفيديو، ابقى ماسك هنا بايد واحده. علشان تبقى ماسك بايد واحده هنجيب الميه تاني، هتجيب بقى شويه ميه تعمل زي ما انا بعمل كده عشان الحركه تبقى خفيفه معاك. تعالى بقى كده زي ما انتوا شايفين، تعالى بقى هنا الناس بقى اللي بتقول لي انت ما بتعرفش وانت بتعرف، انا حبيت اعمل لكم بقى كده ليه؟ لان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بقولش، احنا بتوع افعال. بعيدا عن محتوى الفيديو، لو انت عايز تطمن على اي حد في بيتك تقدر تحمل التطبيق اللي سايبه لك في اول تعليق. التطبيق ده بيراقب لك الواتس بتاع اي حد في بيتك، يخليك تشوف كل المحادثات وكل الريكوردات وكل الفيديوهات، ده بس علشان تطمن عليهم مش اكتر، وسايب لك التطبيق في اول تعليق. نروح نغير الفرده ونرجع بقى، ما تنساش تعمل متابعه والى اللقاء.